Hi, I'm Miss Maryam from الشروق Primary School and English teacher. السلام عليكم، معكم Miss Maryam مدرسة اللغة الإنجليزية للصف السادس من مدارس الشروق الأهلية. هذا الفيديو راح يحتوي على مراجعة شاملة لليونت الأول، كل ما يخص اليونت الأول من القطع المهمة، كتاب الطالب، الصفحات المهمة بكتاب التمارين، المواضيع القواعدية. راح نبدأ بالمواضيع القواعدية المهمة بهذا اليونت. عندي number one how old how many number two in on at number three a on number four present simple. إذن هذا اليونت يحتوي على أربع مواضيع قواعدية على الطالب يركز عليها. number one راح نبدأ how old how many. طبعا راح نأخذ كل موضوع قواعدي على حدة شرحه شرح مفصل. راح نبدأ number one how old and how many. اثنيناتهن نعتبرهن أدوات سؤال. أدوات سؤال، إذن هذين الأداتين أستخدمهن بعمل الأسئلة. How old تستخدم للسؤال عن العمر حتى أسأل عن عمر الأشخاص. How many تستخدم للسؤال عن العدد حتى أسأل على عدد الأشياء أو على عدد الأشخاص أيضا. حتى نفهم هذه الأداتين لازم نعرف التركيبة القواعدية لكل أداة. شلون نقدر نسوي سؤال باستخدام ذني الأداتين؟ راح نبدأ ب how old. How old يأتيني بعدها يا أما is يا أما is أو are اللي نعتبرهن helping verb من أفعال الكينونة. كلنا نعرف إنه is أستخدمها ويا المفرد الفاعل المفرد she he it. Are أستخدمها ويا الجمع ضمائر they will we. أيضا أستخدمها مع المخاطب you plus the noun الاسم أو الفاعل أو الشخص اللي أنا دا أسأل how old كم عمره. ولا ننسى the question mark علامة السؤال. إذا هذه قاعدة how old. رح نجي إذا قاعدة how many. بما إنه how many تسأل عن العدد فبالطبيعي plus اسم معدود، إذا يأتي بعدها اسم معدود plus. أيضا راح أستخدم هنا helping verb بس مو is و are، راح أستخدم does و do plus subject اللي هو الفاعل. طبعا اختيار does أو do راح يعتمد على الفاعل. إذا الفاعل مفرد راح أختار does، إذا الفاعل جمع راح أختار do plus have. هنا راح تكون ثابتة بالقاعدة ولا ننسى question mark. إذا هذه قاعدة كل أداة how old plus is or are واحدة من ال helping verb عفوا الأفعال المساعدة plus noun. عندي هنا how many plus اسم المعدود زائدا do or does plus the subject الفاعل plus have. Here we have some examples. Number one, how old is Wissam? How old is Wissam? إذا كوننا هذا السؤال حسب القاعدة اللي أخذناها. How old plus is helping verb Wissam اللي هو noun أو subject الاسم الشخص اللي أريد أسأل عن عمره. بما أنه Wissam مذكر رح أستخدم الضمير he. He is 12. He is 20 for example. How old are you? هنا استخدمنا you ضمير المخاطب. How old are you? هنا استخدمنا فعل الكينونة are. How old are you? أو الhelping verb are. هنا you من راح أجي أجاوب. طبعا you بمعنى أنت ده خاطب شخص مباشرة. هذا الشخص من راح يجاوبني ما راح يستخدم الضمير you أنت. لا هنا راح يتكلم عن نفسه. راح يستخدم ضمير المتكلم I. I am ويفعل الكينونة am. I am 13. How many sisters do you have? هنا أنا استخدم سؤال باستخدام how many. دا أسأل على عدد الأخوات اللي تمتلكها الأخوات. How many sisters؟ طبعا هنا أنا sisters باعتبار الاسم المعدود. Do you have؟ أنت تمتلك. I have three for example. How many cousins does Wissam have? شوفوا هنا استخدمنا do لأن عندي في حين بالسؤال الثاني how many cousins does Wissam have استخدمنا does لأن عندي Wissam شخص واحد. من راح أجي أجاوب راح أحكي على Wissam نفسه أقول he has
فإذا المفرد راح يأخذ has مو have بالجواب فقط. هنا بالسؤال have تبقى ثابتة حتى لو كان وسام شخص مفرد، بس بالجواب راح استخدم has، راح أقول she has two cousins. طبعا راح أشوفكم مخطط يسهل لكم هذا الحكي. عندي هنا الـ helping verb اللي هو عندي الـ do, does والـ has والـ have، كل هذني أفعال مساعدة، does, has, is، أفعال مساعدة تأتي مع المفرد اللي هي ضمائر الفاعل المفرد الشي والهي والإت. شي هي للمؤنث، هي هو للمذكر، وإت للجماد. في حين do والhave والare اللي هي هذني أيضا helping verb راح يأتني مع الجمع، they بمعنى هم، we نحن، you طبعا مو جمع بس مخاطب أنت، لكن تشملها هذه القاعدة، تأتي مع هذه الأفعال المساعدة. أو شوي حتكون حالة خاصة، أنا راح أستخدم لها الفعل المساعد am، وأيضا تجي ويا have وdo. إذا هذا المخطط راح يسهل لك استخدام الأفعال المساعدة مع الضمائر. المخطط راح يسهل لك استخدام الأفعال المساعدة مع الضمائر الفاعل. هنا راح أجي كيف يأتي في الامتحان؟ شلون راح يجيني هذا الموضوع بالوزارة أو بالامتحانات العادية؟ هنا راح تجيك الأداتين بين الأقواس وتختار الأداة المناسبة للسؤال. هنا أنا عندي مثلا how many low how old brothers do you have. طبعا بما انه اجاني ورا الاقواس اسم معدود ويحتوي على الاس راح يكون الاختيار how many. المثال الثاني مثلا how many or how old is his sister. طبعا his sister اخته، ايضا تجي بمعنى المفرد how many or how old is. بما انه بعد الاقواس اجاني is، فاذا هذه يا قاعدة how old، اذا انا دي اسأل على عمر اخته how old is his sister. هنا ممكن تجيني بطريقة ثانية how many brother does do or does you have. sorry، هنا بما انه عندي you اذا ايش راح استخدم do، اذا هذا المخطط راح يفيدك بهاي الحالة. إذا الملاحظة إذا كان بعد الأقواس is or are نختار how old، إذا كان بعد الأقواس اسم معدود يحتوي على أس الجمع راح نختار how many. إذا هاي الملاحظة كلش راح تفيدك. إذا بعد هاي الأقواس إذا شفنا اسم معدود brothers, sisters, cousin, aunts, uncles راح نختار how many. إذا إجاني بعد هاي الأقواس أو الفراغات إذا ممكن تجي is أو are، فهذه قاعدة how old. الموضوع الثاني المهم باليونت الأول اللي هو in و on و at prepositions of places، حروف الجر مع الأماكن للأماكن. عندي حروف الجر اللي هي in و on و at، هالمرة راح استخدمهن مع الأماكن. هذا الموضوع يعتمد على الحفظ، شلون؟ إنه كل حرف من حروف الجر تأتي مع أماكن معينة. طبعا هذا المخطط موجود بالكتاب أيضا. هنا أنا مثلا عندي in راح أستخدمها ويا a hospital مستشفى، an office الدائرة أو المكتب، an oil refinery مصفى النفط، a restaurant بالمطعم. طبعا هاي أماكن العمل راح تجيني ويا الوظائف، أيضا راح نتطرق لها خلال المقطع. إذن in تجيني ويا a hospital، in a hospital، in an office، in an oil refinery، in a restaurant. on راح تجيني ويا the roads الطرق، a farm المزرعة، a building site موقع البناء. طبعا من يشتغل بالbuilding site؟ البيلدر البناء. so on the roads، on a farm، on a building site. at راح تجيني فقط ويا مكانين، راح أقول at school من يشتغل بالسكول teacher، و at home من يشتغل بالهوم الهاوس وايف. طبعا هذه الجدول لازم ينحفظ. كيف يأتي بالامتحان هذا الموضوع؟ works at or in home، اختار حرف الجر المناسب للجملة. طبعا عندي ورا الأقواس أشوف عندي كلمة home، ها
هذا المكان استخدمية at. إذا راح أختار at home. A housewife works at home. Does your father work on or in an office? طبعا هنا on or in بما انه عندي an office راح استخدم in. شلون راح اوصل الحل الصحيح؟ من خلال حفظ الجدول لكل حرف جر مع الاماكن التي ياتي معها. الان راح نتحدث عن اداتين نكره a and an. أداة النكرة تأتي مع الاسم أو نقدر نقول قبل الاسم والصفات المعدودة المفردة. رح نجي مع أول أداة اللي هو A، يأتي مع الأسماء التي تبدأ بحرف صحيح. طبعا هذا الموضوع رح يجيني مع الوظائف، كنا نعرف شنو هي الوظائف موجودة بيونت الأول: teacher, doctor, builder, engineer, IT programmer وغيرها. إذا A أقدر أقول A teacher مع الأسماء teacher اسم التي تبدأ بحرف صحيح. شنو هي الحروف الصحيحة؟ هي كل حروف اللغة الإنجليزية ما عدا حروف العلة. إذا حتى أقول هذا حرف صحيح لازم يكون مو من حروف العلة. حروف العلة ما هي؟ A الA عفوا I E U حرف الـ O اللي نرسمها على شكل face. إذا الحرف الصحيح هي كل حروف اللغة الإنجليزية ما عدا حروف العلة، وكلنا نعرف حروف العلة. آن أداة النكرة آن تأتيني مع الأسماء التي تبدأ بحرف علة. إذا أداة التنكير أ تأتي مع الأسماء التي تبدأ بحروف صحيحة. آن مع الأسماء التي تبدأ بحروف العلة. For example، حتى نأخذ مثال أو نطبق الكلام اللي قلناه، أقول a doctor, a builder, a teacher. إذن doctor, builder, teacher كلها بدت بحروف صحيحة، استخدمنا لها أداة النكرة a. An تجيني ويا an engineer, an IT programmer. إذن كلمتين أو الاسمين بدلي بحروف العلة، لذلك استخدمت وياهن أداة النكرة أن. كيف يأتي في الامتحان؟ My uncle is a or an or a waiter اللي هو النادل، بدت لي بحرف صحيح. إذا رح أختار أداة النكرة A. Wissam's grandfather is an or a engineer. طبعا engineer المهندس بدت لي بحرف اللي هو الاي، راح اختار an. طبعا اخر موضوع قواعدي باليونت الاول راح يكون the present simple المضارع البسيط. طبعا المضارع البسيط واحد من اهم التنسز الازمنة باللغة الانجليزية، يستخدم للدلالة على الافعال التي تحدث بشكل روتيني او عادة. إذا أول شيء راح نتحدث عن استخدام هذا الزمن، يستخدم للدلالة على الأفعال اللي تحصل بشكل روتيني. روتيني يعني بشكل متكرر، يومي، أسبوعي، شهري، روتين أو عادة أيضا بمعنى تحمل معنى التكرار. بهذا الزمن راح تكون عندي قاعدتين. القاعدة الأولى إذا كان الفاعل مفرد، وماذا أقصد بالمفرد؟ يعني شخص واحد، يعني she, he, it الفاعل المفرد. راح تكون القاعدة subject plus verb have as third person plus the complement. القاعدة راح تكون فاعل زائدا فعل يحتوي على as الشخص الثالث زائدا الcomplement هي تكملة الجملة. إذا كان الفاعل مفرد هاي راح تكون قاعدتي بتكوين الجملة. إذا كان الفاعل جمع اللي أقصد بـ they, هم, we, نحن المخاطب، طبعا هذا مو جمع بس ايضا يحمل نفس القاعدة you والمتكلم I، راح تكون القاعدة subject plus infinitive verb plus the complement فاعل زائد فعل مجرد خالي من اي اضافة. وطبعا دائما فسر معنى مجرد انه خالي من اي اضافة. المقصود بكلمة اضافة على سبيل المثال الاس third person، هاي اس الشخص الثالث تعتبر اضافه ضفتها للفعل. الاي ان جي، الاي دي اللي نضيفها للافعال كلها تعتبر اضافات. اذا اكو دائما علاقه بين الفاعل والفعل. هذا الفعل الفاعل عفوا يحدد لي شكل الفعل.
إذا كان الفاعل مفرد راح يحتوي الفعل على اسم الشخص الثالث. إذا كان الفاعل مفرد راح يكون الفعل infinitive مجرد. على سبيل المثال he works in a big restaurant. شوف هنا أنا عندي الفاعل he شخص واحد مذكر. شو احتوال الفعل على s الشخص الثالث. My cousin drives a bus. شوف هنا drives يسوق احتوال الفعل على اس الشخص الثالث لان عندي my cousin ابن العم شخص واحد مفرد. هنا راح نجي farmers الفلاحون. شوف هنا اختلفت هنا الفاعل جمع grow rice يزرعون الارز الرز and vegetables والخضروات. فإذا هنا grow فعل مجرد خالي من أي إضافة لأن فاعلنا جمع. My mother and father go to work by car. إذا هنا الفعل go عندي شخصين father and mother جمع. هنا الفعل go خالي من أي إضافة. طبعا إذا كان شخص واحد go صير goes. شو رح يجيني بالامتحان؟ She clean or cleans the house. بما أنه أنا عندي شي شخص واحد مفرد إذا الفعل لازم يحتوي على أسل شخص الثالث.